تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. حضرات السادة أعضاء اللجان المحلية للتنمية البشرية، السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية الإقليمية، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة ممثلي الغرف المهنية، السادة الفاعلون الاقتصاديون وممثلي الناتج المعني، حضرات السيدات والسادة، أرحب بكم جميعا وأشكركم على مشاركتنا فقرات هذا اللقاء الذي نعقده تخليدا للذكرى 19 لانطلاق المسيرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار الألف يوم الأولى من الحياة أساس مستقبل أطفالنا. باش نخليو ديورنا باش نمشيو للتفاوت كان شوية ما كيتقبلوهاش لي بارون ديك الساعة، ولكن اليوم أتخافير لا سوسيتي سيفيل وأتخافير هاد المؤسسات يعني الفاعل المدني الفاعل الترابي السلطات كلشي مجند باش يديروا دي زينيسياتيف باش يخرجوا هاد لاخي باش حتى هي كان الحلم ديالنا يمكن الصفه ديالنا هو نخرجوا لديك 50 كيلومتر كنقولوا شنو فيها. الحمد لله دابا اتخافير الانترنت اتخافير بزاف د الحوايج وحتى العزله اللي كانت ضيقات على الاحلام ديالنا ولينا كنسمعوا المشاريع والبرامج بحال دابا اليوم اتخافير واحد البارتناريا مع لاندياج وواحد البرنامج سميتو جسر تمكين. اليوم لاسوسياسيون ولات انكيباتور ديال الاقليم اللي غتواكب فيه 150 فام. أزول في اللون، اسمي سميرة بن دريوش، رئيسة جمعية شؤون الفتاة الأمازيغية. عصد نصف فلوس عيد الميلاد لدياش، عصد نصف يد الحصيلة لإنجازات تقريبا اللي تنجزلين عمليات مبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا الشركاء نسكوشي في إطار زعما المشاريع التنموية اللي تسكرغ توكس المناطق الإقليم تزنيت. غصد حضرة باش حتى نكلي نسولف في تروق التنازيغ سيغتو الموند ويغال بما أننا أنتمي هي المنطقة اسمها سفلي غير أفلي غير كيزا توك الطاقات الشابة كيزا توك توكت المناظر الترابية زعما اللي فوتانين ولكن مفتيش توكسا يت الأهمية قوتن فيما يتعلق المشاريع التنموية ولا ديفلوبمون تريتوريا. قصد نصور في العدالة المجالية غاني يوفا أتخافيغ المبادرة لا دياز منا والشركاء نصدر قصد منا 150 مغارب ولا تفرقت غير الأقاليم تقول غير إقليم تزنيت يعني بما فيه الأفلاء غير نصدر نصور في مواكبة 150 مغارب فيما يتعلق في المشاريع اللي الشابة ولا التعاونية التمغارين باش غادي تصدر انت تفرض انت كاينه صغار الشأن المحلي حضر يتوك التكوينات باش ان شاء الله في الاخر لاكومبانيومون صدر انت دامزون دي فينونسمون تقريبا من 5 إلى 10%. يعني المشروع هذا خصها اكون لك الشركة المفاعلين الترابيين ولا السياسيين ولا الاداريين باش انسلك لافورماسيون شكون وحتى الحصول على المعلومه انسوا في المنطقه كاع ايزولي حتى الحصول على المعلومه اركز لي المشكل غينا في منا تلكم الوقت نتوري ماشي غير الفاعل الترابي انما حتى الجمعيات المجتمع المدني تدي باش ديفوزي زعما لافورماسيون تدي كلشي باش كلشي يستافد في اطار البرنامج المحد لا بلاتفورم الوزاره ترزوسي باش تزدان التمارين باش تفرحان الشجاع. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.